كمان عندنا يعني مكاتب تسوية النزاعات الأسرية قالت إن هي استقبلت حوالي 7500 سيدة من حديثي الزواج لجأت للطلاق، برضو ده رقم مش قليل على فكرة. احنا بنتكلم ان على فكرة يا جماعة يعني مش معنى الارقام عندنا يعني الى حد ما متغلطة بالنسبة للارقام اللي احنا قلناها من شوية اللي هي حالة مليون طلاق بقوا 200,000، يعني برضو دي مش نسبة قليلة، برضو نسبة كبيرة بالنسبة لنا يعني كعرب وكمصريين. مش نسبة كبيرة يا جماعة. هو معلش انا شايف برضو انا شايف احنا ريتنا كنش في طلاق خالص. انا اسيب السكريبت وعايز اسأل سؤال. هو ايه الفكرة ان انا مدام اخدت قرار ان انا اتجوز هي حاجة انا لبست فيها ولازم اكمل طول حياتي فيها؟ يعني انا لو حسيت ان انا اخدت قرار غلط، اخترت شخص غلط، او انا حاسه ان انا مش مرتاحه، تعملي بقى تعديل. ايه اللي يجبرني يا جماعه ان انا اكمل حياه انا مش مرتاحه فيها عشان بس ما اخدش لقب مطلقه او عشان ما يبقاش فيه نسبه طلاق؟ ايه الفكره من ده؟ مش على اي حاجه. ما انا سلامتي وصحتي النفسيه اهم. يا نورة هنا الموضوع مش على اي حاجه ممكن تطلقي، يعني فاهمة الأسباب هنا ممكن تبقى كتيرة جدا، ومش على أي أسباب تافهة ممكن يحصل طلاق. ما هي تافهة في حين إن أنت ممكن يبقى فيه ولاد، فيه بيت تكون، فيه على حياة. فكرة أوقات كتير جدا الجملة اللي دايما كل الناس بتقولها إنه الأولاد لما يطلعوا في بيئة سوية نفسيا حتى لو الأب والأم منفصلين ولكن في علاقة احترام ما بينهم، الأولاد بيطلعوا أسوياء نفسيا أكتر ما يكونوا عايشين في بيت طول الوقت شايفين فيه خناقات، طول الوقت شايفين الام قاعده متنكده وشايله الهم، يا بتعيط، الاب على طول طفشان بره، يا اما بيزعق جوه البيت، هيطلعوا مشوهين نفسيا. ماشي بس الاسباب هنا على حسب. ثانيه واحده، مش اي سبب وخلاص. طب اسمعني بس. طيب انا سامعك اهو. ايه مقياس انه السبب ده تافه او لا بالنسبه لك ولا بالنسبه لي ولا بالنسبه للناس اللي حوالينا؟ بالنسبه للاثنين. لا مش بالنسبه للاثنين، للاثنين مع بعض مش اللي حوالينا. غلط نسبي، الصح والغلط نسبي. وفكره انه السبب ده تافه ولا مهم هو برضو حاجه نسبيه جدا، نسبيه جدا. يعني ممكن تشوف ست متعايشه جدا مثلا مع راجل بخيل، تمام، هي عارفه تتاقلم معاه، هي نفسها ايديها ماسكه، فكده ده ما بقاش عيب ان هي تتطلق علشان ست تانية ما تقدرش ان هي تستحمل بخل الراجل، فبقى هنا هو نفس الصفه ولكن واحده استحملتها وواحده ما تقدرش. طب هنا بقى ممكن يحصل حالات تانية برضو للطلاق، ممكن اتنين في عند غير طبيعي بينه وبين بعض في اي حاجه على اتفه الحاجات. طيب دول ما يتجوزوش اصلا. ما هو هنا بقى دي المشكله، ان انت هنا ازاي تعرفي في الاول ان الاثنين دول فيهم عند كبير او ممكن عند بعض، او هنا ازاي ممكن ما حدش يماين شويه او حد هنا ممكن يكبر دماغه شويه. ما احنا عشان كده هنا بقى لازم نطول فتره الخطوبه بالظبط، وحتى بعد الجواز ان احنا نطول الفتره اللي ما نجيبش فيها اطفال. يعني دايما دلوقتي بقى في وعي شويه عند الناس الشباب اللي مقبله على الجواز انه يا جماعه بلاش اول سنه او سنتين ان انتوا تجيبوا اطفال لحد ما تتاكدوا انه فعلا ده الشخص اللي انا عايزه اكمل معاه حياتي وهو ده الشخص اللي انا عايزه اجيب منه اولاد، لانه فتره الطباع دي بيبقى فيها تصادم كبير جدا. التطبع والطباع، حلوه الكلام ده يا جماعه، يعني تقيل قوي، بتقول كلام كبير برضه.